السلام الله عليكم احبتي في الله، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه وعافيه. وفي هذا الفيديو راح نحضروا مع بعضنا دي ميني برجر بعجينه قطنيه وخفيفه ورائعه. نحتاج كمقادير للعجينه 250 غرام فرينه، والفرينه فيها ثلاث انواع، كاينه الخاصه بالحلويات والخاصه بالمعجنات وكاينه اللي تصلح للاثنين. وانا اليوم استعملت الخاصه بالمعجنات، راح نضيف عليها ملعقه صغيره ملح ونخلط. وهنا برك خياتي كما راكم تشوفوا الجو راهو بارد، من الاحسن انكم ديروا نصف ملعقه كبيره سكر. وراح نضيف ملعقه كبيره خميره فوريه وزن 10 غرام. وراح نبدا نلم العجينه تاعي بالحليب الدافئ. هنا راح نحتاجو من 130 حتى 150 مليلتر. نضيف بكميات قليله ونلم العجينه في نفس الوقت. وهنا غير بدات تلم العجينه تاعي راح نضيف عليها اصفر بيضه، وفي نفس الوقت راني نضيف كميه الحليب المتبقيه. كما قلت لكم انا ضفت 150 مليلتر ولحيتها من الوعاء وراني نعجن فيها، وفي نفس الوقت كملت كميه الحليب كامله، يعني حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون تلصق في اليد. نعجنها من 3 دقائق حتى 4 دقائق، وراح نبدا نضيف عليها ملعقتين كبار زبده تكون بدرجه حراره المطبخ وزن 50 غرام. راح نضيفها على 3 دفعات. راح نضيف القطعه الاولى ونعجنوا حتى تختفي تماما هذيك القطعه تاع الزبده، ونضيف القطعه الثانيه ونفس الطريقه حتى تختفي، ونضيف القطعه الثالثه، وفي نفس الوقت راني نعجن. كما راكم تشوفوا هاي لكم النتيجه كيفاش راح تكون. راح نتحصلوا على عجينه تكون طريه، يعني بزاف طريه، هكذا باش يجيونا لي برجر تاعنا بزاف خفاف وفي نفس الوقت ما تلصقش. وراح نجيب صينيه الفرن اللي حطيت فيها ورق الزبده، وراح نبدا نكور العجينه تاعي. راح نعملهم كرات صغار يكون الوزن تاعهم 28 غرام. كما لاحظتوا انا ما خليتش العجينه تاعي خمرت، وبعد ما كورتهم كامل راح يعني نعاودوا نكوروهم ونعطيوهم وجه مستوي بهذا الشكل ونحطهم في السنيوة. انا المقادير اللي سبقت وذكرتها اعطتني 17 حبه، كما راكم تلاحظوا يجيو صغار. راح نغطيهم بطرشونه او فوطه ونخليوهم من ساعه حتى لساعه ونص حتى يخمروا ويتضاعف حجمهم. وبعد ما يخمروا راح ندهنهم بصفر حبه بيض مع ملعقه كبيره حليب، وندهنهم هنايا غير بشويه يعني باش ما نهبطولهمش الخمور تاعهم. راح نزينوهم باي حبوب. انا استعملت جلجلان واستعملت بذور شيا، وراح ندخلهم للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. نخلوهم حتى يديو اللون البني الفاتح كما راكم تشوفوا، وراح يديو معكم من 10 حتى 15 دقيقه. هونيكم شكلهم كيفاش راح يكون. راح يكونوا بزاف خفاف يعني صدقوني كالريشه، وراح يجيونا فارغين من الوسط. نجبد الخبيزات تاعي بجيه، وراح نجيب هنايا كميه من اللحم المفروم مع ملعقه كبيره من الخبز الملحي وملعقه كبيره بصل مفروم، ونتبلهم براس الحانوت وفلفل اسود وعكري وملح. وراح نضيف مقليل من البيض. انا هنا استعملت بياض البيض اللي تبقى لي، يعني عملت الصفار في العجينه والبياض في الحشو. وراح نعجن اللحم المفروم تاعي حتى يتكفت، يعني نعجنوه جيدا. راح نفتحوا فوق ورق غذائي وراح نطبعوا بالطابع يكون اكبر شويه من هذوك الخبيزات، لانه كي نقليهم الكفته راح يزيد ينقص حجمها. ومباشره نروح نقليهم في ملعقه صغيره من الزيت النباتي. نخليهم حتى يتحمروا. وهنا اللي تحب تعوض اللحم المفروم بصدر الدجاج. وراح نحضر صوص ميزون لهليه اللي فيها مايونيز وملعقه صغيره هريسه وقليل من البصل اللي يكون مقطع رقيق. راح نخلطهم جيدا، تحصلوا على صلصه منزليه تكون سهله.
كل بدو خياتي في المونتاج تاعنا راح نفتح الحبة على 2 ونعمل هذيك الصلصة في الأول، وراح نحط قطعة من سلادة، وبعد راح نحط الكفتة ونزيد ريقة سلادة، وبعد راح نضيف قطعة من طماطم، وفي الأخير راح نعمل هذا الجبن الخاص بالساندويشات وبلي برجر. حاولت أني ننقص فيه كتاب باش يجينا شكله مناسب مع الميني برجر. وفي الأخير راح نحكمهم بهذا الكيغدان وزينتهم بزيتون أخضر، وراح نكمل كامل الخبيزات تاعي بنفس الطريقة. وهنا يا بالنسبة للحشو يعني تقدروا تعملوا أي حاجة تفضلوها. وهذا هو شكل ميني برجر تاكلوهم بالصحة والهنا، وإن شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة تاع اليوم. وإذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة، وفي أمان الله.